وهو أبو وهو معلم وهو قدوة وهو الكويت وهو يمثل الكويت. يصير خالي وكنت أتردد عليه باستمرار. علاقة كبيرة كبيرة. هو كان أبو الكويت كلها الله يرحمه. في يوم من الأيام سأنتقل إلى الرفيق الأعلى وسأنتقل إلى الموت، لكنني أنا شخصياً عددت نفسي لذلك اليوم المكتوب المقسوم. نتقدم بالعزاء للأمة الإسلامية والعربية ولحضرة صاحب السمو أمير البلاد سمو ولي العهد والقيادة السياسية وأبناء الشعب الكويتي الوفي بوفاة العم العالم الفاضل الجليل صالح العجيري التي تحتضنه هذه الأرض الطاهرة في هذا اليوم. وقد قدم هذا الرجل للكويت الكثير والكثير، فلا يوجد كويتي كبيرا كان أم صغيرا إلا وللعم المرحوم صالح العجيري مكانه في نفسه. اقترن اسم المرحوم صالح العجيري بتراب هذا الوطن الطاهر، وها هو تراب الكويت يحتضن ثراه. ليس لدينا إلا أن نتضرع إلى الله عز وجل بطلب واسع الرحمة والمغفرة للمغفور وأن يلهم أهل الصبر والسلوان. فقدت الكويت اليوم أحد رجالاتها الأفاضل اللي كان لهم دور وسهامات كبيرة في النهضة التعليمية، وأيضا هذا الرجل الفاضل العالم اللي كان له أسهامات مباشرة في حركة في علم الفلك والتقويم. عرفت الدكتور وأنا عمري 9 سنوات في مرصده، واليوم عمري 41. يعني كان عندي حصيلة أحس أني يعني ما ارتويت منها. يعني شو أقول لك، ما أقدر أعبر لك عن نفسي. أنا والله العظيم ما أدري شو أقول لك. الله يرحمه إن شاء الله، الله يرحمه. يفقد العلم بموت العلماء، وهذا كان عالم رجل مسلم خير. كان يتصدق كل سنة لنا بمبالغ كبيرة جدا، فهو كما أنه عالم فهو رباني، قلبه شفوق على مساعدة المحتاجين والفقراء والضعفاء والمساكين. كان قبل ذلك وهذا كان جارا لي يعني، وهو نعم الرجل أخلاقا وطرفة وروح مرحة ورجل فاضل، يعني كان يمتعنا كثيرا بعلمه وبأخلاقه وبحديثه الطيب الذي لا يمل. يعني من الثلمات الذي أصابت البلد بفقد رجل مثل الدكتور صالح العجيري. أنا أصلا من مصر، والراحل يعني له في قلوبنا جميعا مكانة، وأشهر أعماله تقويمه. والله كلنا حزينين بوفاة العم، كان هو رمز للكويت. يعني الدول كلها يعني أمس فجعت بوفاته، هذه اللي أنا أقدر أقوله بس. الله يرحم الدكتور صالح العجيري ويغفر له. الدكتور صالح العجيري صاحب فضل على كل فلكي. الدكتور صالح العجيري هو اللي أسس هذا العلم في الكويت. إذا كان هناك فضل لاستمرار هذا العلم فهو هذا الفضل يعود إلى الدكتور صالح العجيري. رمز للتقويم والفلك، أستاذ معلم في كل ما تعني من الكلمة. بداياتي كنت ألجأ إلى أفكاره وكتبه اللي كان ينشرها، يعني لما كان عمري 17-18 سنة بديت أقتني الكتب الله يرحمه، وبعدين صار لي كذا فرصة ألتقي فيه، وحضرت عنده دورات فلكية في مرصد العجيري. الحقيقة هو أيقونة ومثل ما تقول رجل مميز وعالم، ولهذا السبب الحكومة أعطوه دكتوراه فخرية وسموه مرصد العجيري باسمه. هذه الشخصية لا تنسى الحقيقة،